ابتداء من 50 درهم غادي نعطيك الغسول الملائم للبشره المختلطه الدهنيه اللي كتعاني من حب الشباب من المسام المتسعه وكتعاني حتى من الحبوب بالاثمنه ديالهم في لي بارافارماسي. داكشي علاش تبعي معايا مزيان هاد لا فيديو. اول واحد معنا من لا مارك سيغافي لو جيل موسون نيتوايون اللي كيدير 100 درهم. ثاني واحد معنا من لا مارك افي اللي هو افين كلينينس كيدير 150 درهم. لا روش بوزي اف اكلار كيدير 156 درهم و اف اكلار الميكرو بيلين كيدير 173 درهم. رقم 4 دي سي بي تريو اكني اللي كيدير 168 درهم. وشكون اللي ما كيعرفش فيشي نورما ديرم لو جيل نيتوايون اللي كيدير 150 درهم. وفي رقم 6 عندنا ديرماسوتيك لاموس نيتوايونت اكسفوليونت 15% ديال الاسيد جليكوليك كدير 350 درهم وكنستعملوها مره واحده في النهار. عندنا في المرتبه رقم 7 دوكري كيراكني لو جيل نيتوايون اللي الثمن ديالو تنسى عليا كيدير 120 درهم. في المرتبه رقم 8 او سيرين ديرمو بور لو تريبل اكسيون اللي كيدير 160 درهم. في المرتبه رقم 7 من لا مارك او سيرين ديرمو بور هذه المره لو جيل نيتوايون اللي كيدير حتى هو 164 درهم. في المرتبه رقم 10 من لا مارك اس ام سيبيونيكس لو جيل موسون اللي كيدير 184 درهم. هاد جوج هادو خاصاني الورقه. بيوديرما سيبيوم جيل موسون بيوريفيون كيدير 173 درهم. وفي المرتبه رقم 12 عندنا بيوديرما سيبيوم جيل موسون اكتيف 173 درهم. عرفتي كيديروا شي سميات راه طوال. في المرتبه رقم 13 الجولي موسونت من لا مارك نوفيكس بير لو تريو زينك اللي كيدير شي 170 درهم. في المرتبه رقم 14 لو جولي نيتوايونت من لا مارك كودالي اللي الثمن ديالو هو 170 درهم والاسم ديالو هو لو فينو بيور. وشكون اللي ما كيعرفش اس في ار سيبيا كلير لو جيل موسون اللي كيدير شي 142 درهم. وفي المرتبه رقم 16 لو جيل نيتوايون اللي كيدير 50 درهم واللي فيه 100 مليلتر من لا مارك ايزيس فارما لو تينديرم. في المرتبه رقم 17 في ديرما اكني فيد لو جيل نيتوايون اللي كيدير شي 135 درهم. في المرتبه رقم 18 كليني سوتيكا سيبيو سكين لو جيل نيتوايون اللي كيدير شي 250 درهم. في المرتبه رقم 17 نوغيفا اكتي بور جيل ديرمو نيتوايون اللي كيدير شي 137 درهم. وفي اخر مرتبه عندنا رقم 20 بغيتك انت اولا انت اللي كتفرج فيا تخلي لي في لي كومونتير لو جيل نيتوايون اللي استعملتيه اولا ما استعملتيش اللي عجبك اللي لاقلك اولا اللي ما لاقلكش اولا حتى اللي بغيتينا نهضروا عليه ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.